هاي سيدي فوق الصورة و لما تخرج قعد 4 سنين صيدلي بجيش العثماني. لما خلصت الحرب بال19 رجع عيافة اشتغل سنتين بالصحية. هلا في تحت اوتيل فاتحينه بدوار الساعة هذه كان يقولوا لها الإشلة، وجزء من الإشلة كانت وزارة الصحة أيام الإنجليز. اشتغل سنتين وسنة ال24 فتح الصيدلية هاي وضل هون حتى أيام 48 ما هاجرش. خرج سنة ال50 ورجع عيافة. كان في لسه قانون بالخمسينات، قانون لم الشمل، وهيك سنة ال50 قدر يرجع وضلوا يشغل هون لل2014. يعني اشتغل 64 سنة صيدلي. أنا خريجي ل2002 رجعت هون ل2003 وإني شغال لساتني هون.